عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات تحضيرات رمضان. اليوم جيتكم باش نحضر معاكم وننظم معاكم فحاتي، بما انه رمضان قرب. انا ديما هكا قبل رمضان نجبد الحكوك لفيح، نفرغهم الكل، نعمل لهم غسله ونعاود نعبيهم. وكيف كيف في الفيديو هذايا باش نخلط معاكم وفيح الخبز وفيح الدجاج وفيح الحوت. الفيديو هذايا طلبتوه مني برشا، بسيت عليكم شويه، اما هكا كنت عند الطلب. كيف كيف باش نحكي على الفحات، على خاطر جاني سؤال على الفاح، كل فاح لشنيا نستعمله وفيش نستعمله، باش نعطيكم هكا لمحه صغيره. يعني حطيت الفحات اللي نستعملهم من المكثر في كوجينتي. اول حاجه لهنا عندي الكركم، حسب ما نعرف الدول العربية الكل نسميوه كركم، عنده اسم واحد، هذية كركم مرحي. انا فيش نحطه، انا الكركم نحطه في اي طنجرة تركب على غازي نحط فيه الكركم، كان ابيض معناها كان ازعر، كي نقولوا ازعر بالتونسي راهي حاجة ما هي مكلة ما هيش حمرة، اي مكلة ما هيش حمرة نقولوا عليها زعرة، اي مكلة زعرة وإلا اي مكلة حمرة. علاش؟ على خاطر الكركم راهو مفيد برشا للبدن ومضاد حيوي، على ذلك انا نحطه في اللفاح الكل، لا في الطناجر الكل سامحوني. وان شاء الله باذن الله الكركم اول ما نهبط لتونس عطاو نوريكم كيفاش نعملو في الدار، وهكاك نتحصلوا على كركم 100% مش مخلط معناها ولا كيما يبيعولنا فيه مرحي حاضر. باذن الله هذايا فيديو نعملو ان شاء الله كي نروح لتونس. هذايا الفلفل الاحمر، عندنا زوز انواع، يا نعملوه حار يا نعملوه حلو. انا بما اني ناكل الحار دونك الفلفل اللي عندي حار، نسميوه فلفل احمر مرحي والا نسميوه في تونس في بعض الجهات فلفل زينه. بالنسبه كيف كيف للفلفل هذايا باذن الله كي نروح لتونس اتاو نعمل عولتي معاكم ونبارطاجي معاكم كيفاش الطريقه اللي نعملها هذايا وفاش نحطو. نحطو في اي ماكله حمراء، اي ماكله حمراء نحط فيه الفلفل هذايا، هاكا فلفل زينه، كان الدجاج كان الحم كان حوت، كما قلت لكم اي ماكله حمراء نحط في الفلفل هذايا. هذايا الكمون، كيف كيف الكمون حسب ما نعرف في الدول العربيه الكل نقولوا له كمون. هذايا كمون مرحي، جيت نشوف ما لقيتش عندي كمون كعب، لكن معروف معناها. فاش نستعمله؟ نستعمله في المكثر، المكثر نحطه في الحوت، اي حاجه نطيبها بالحوت نفوح به الحوت بالطبيعه، والا اي ماكله فيها حوت والا اي ماكله فيها فرويد مير غير البحر نحط فيها الكمون. كيف كيف نفوح به الدجاج، كي نعمل الدجاج روتي نحط شويه من الكمون يفوح الدجاج. هذايا افاح تونسي نقولوا له التابل، فما يسميه تابل والا نسميه تابل وكرويه، هذايا نعملوه في الدار وحدنا في الصيف، عملته معاكم في صيف اسنان. طبعا نحط لكم الفيديو في صندوق الوصف. يتكون اساسا من التابل اللي هو هذايا، يكون شايح بالطريقه هذايا. هذا هو التابل هاكا، هذا هو التابل يكون شايح ولا يقولوا له كسبر زيده. هذه المكون الاساسي للتابل الكرويه التونسي هو هذايا، بما انه قلنا التابل كرويه دونك هذه الكرويه تكون هكا اكعب. والحاجات الاخرى اللي نزيدوها تختلف من جهه لجهه في تونس، كما قلت لكم عملته معاكم في صيف اسنان، تنحطه لكم في صندوق الوصف. وهذه فوالا فاش نستعمل هذايا، نستعمله في الحوت، اي ماكله نطيبها بالحوت. الدجاج كيف كيف يفوح الدجاج بالكدا، ما نحطهوش في اي ماكله طايبه بالعلوش، مع انه انا عندي فكره ما فماش قاعده في الكوجينه، اما علاش ما نحطوش التابل في العلوش؟ على خاطر العلوش قوي ويفوح روحه بروحه، دونك العلوش ما نحطوش فيه التابل. هذا ما يعنيش اللي انا واحده من الناس ساعات نحط التابل في العلوش، راه ما فماش قاعده، مي اون جينيرال التابل يمشي برشا مع الدجاج، فوحوا به الدجاج والا اي ماكله نطيبوها بالبقري نحطوا فيها التابل، بقري ولا حتى لحم مفروم كي يبدا بقري بطبيعه نفوحوه بالتابل. هذه الكرويه اللي وريتها لكم قبيله، الكرويه مرحيه هاكا ريحيه شويه ومخليتها وحدها.
انا من المكسر الكرويه هكا بشنو نفوح بها؟ نفوح بها سلطه ام كحوريه، ونفوح بها العجان. الحاجتين هذوما نحسهم بنتهم بالكرويه على ديك هكا ريحيه شويه، ومخليتهم وحدهم مانيش مخلطتهم. نجي للفلفل هذايا الصغير ديجا هكا، هذايا مثال من الحاجات اللي لقيتهم وفالي ويلزمني نشريها. الفلفل هذايا الصغير شفتوني تشوفوني نطيب بيه وتجيني عليه برشا أسئلة. هذايا فلفل نشري حاضر لهنا نلقاوه في كارفور والا في الزازارة، تلقاوه هكا ساشيات وماهوش غالي، دوغو يظهر لي 100 غرام تشدك ما شاء الله. هو شنو شفتو قديش صغرو؟ صغير على الاخر، اما راهو حار 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 على الاخر. انا فاش نحطو كي نطيب ازعر، كما قلنا ازعر بالتونسي معناها ماكله صفراء والا ماكله بيضاء، في نفس الوقت نحبها تقعد لي زعره وتسيب هكا وتكون هكا موزوزه شويه. نحط زوز ثلاثه من الفلفل هذيك، اما راني نحيهم بعد اللي يجيه قرن فلفل في القدمه نتاعو الا في المغرفه نتاعو يمي متي تشوشت راهو حار على الاخر. انا هذا فيش نستعمل به. لهنا عندي الكلي مش الكلي لوزعت، هذا لي زاغ دو بروفونس شفتوني نطيب فيه بيه برشا حاجات، وتجيني ديما اسئله راني انا ناخذ وحاضر. وريتكم في فيديو قبل مني ناخذ من ليدل هكا دبوزه صغيره ب 50 سنتيم يظهر لي يفوح بالكدا. هو شنو هو؟ خليط على كليل وزعتر، يحطوا فيه انواع من الكليل وانواع من الزعتر، زوز انواع كليل وزوز انواع زعتر، ويحطوا فيه المرتقوش زيدا والا المرتقوش، يختلف التسميه من جهه لجهه. كما قلت لكم ناخذ حاضر فاش نحطه ونفوح به الدجاج، يفوح الدجاج بالقدي وراهو موجود في تونس. بديت نشوف فيه فكالمعارض ولا كالطوالي ماركي اللي يوليو يعملوا لفيح راهو موجود، معناه كان هكا تعملوا ايفور صغير وتلوج عليه راهو تلقاوه. بالنسبه اللي يعيش في الخارج في اوروبا بصفه عامه موجود في البلايص الكل، تلقاوه وين يبيعوا لفحات. هذا اللي زاقب دو بروفونس من مكثر نعمل به نفوح به الدجاج، والا المقارونه زيد يفوح بالقدي المقارونه، والا في البيتزا هذايا يعطي اضافه ماهيش عاديه للبيتزا. نحطو في البات في العجينه كي نعجن العجينه، والا من الفوق بعد ما نحط كل شيء من الفوق نعمل بيه رشه كيف كيف يبنن بالكدا. هذايا ثوم بودر كيف كيف ما خذتو حاضر، كنا نعرفو ثوم البودر نفوح بيه. وقتاش نفوح بيه؟ كي ما نحبش حاجه تتحرق، لكن ما نحبش الثوم يتحرق لي، معناه كي الثوم يبدا معرض ديريكت في الزيت ولا حاجه نحط هذايا باش ما يتحرقش. وهذايا الزعتر كيف كيف مخليته وحده، الزعتر فوح به الدجاج، هذايا يعطي بنه سبيسيال وبنه ماهيش عاديه في الدجاج، يفوح بالقدي على ذيك مخليته وحده. كي نفوح الدجاج تشوفوني بعد كي باش نخلطه في حد الدجاج، نحط لي زاغ دو بروفونس ونزيد شويه زعتر يبنن بالبيه. هذوما فحات الخبز من بعد تو نخلطوهم من بعد. تو شنو باش نعمل؟ هذايا بالطبيعه ملح. تو باش نعبي الحككم تاعي، هذوما اللي قلت لكم قبيله فرغتهم غسلتهم، وتو باش نرجع نعبيهم. لهنا كيما قاعدين نشوفوا كملت عبيت كل فيح في الحكم تاعو. توا باش نخلط فيح الدجاج، باش نبدا بفيح الدجاج. كيما قلنا التابل يفوح الدجاج بالباهي، دونك باش نحط مغرفه كبيره معبيه تابل، باش نزيدها مغرفه كبيره ليزيرف دو بروفونس. قولي ما عنديش لي زارب دو بروفونس، حطك لي وزعتر هاكا ومغرفه لي زارب دو بروفونس. نص مغرفه كركم، وكيما قلنا الزعتر يفوح الدجاج، دونك بما انه الزعتر موجود في لي زارب دو بروفونس اما حنا هاكا باش نزيدو نص مغرفه ناقصه شوية. هذي نحكي على الدجاج المشوي، راه مش الدجاج الروتي، الدجاج الروتي حاجة أخرى. ولهنا قبيلة نسيت أهم فيه عندي، قبيلة نسيت ما حكيتش عليه، اللي هو الفلفل الأكحل. اللي تبعوني يعرفوني اللي أنا نستعمل برشا فلفل الأكحل، نعرف اللي هو زيادة ما هوش صحي برشا.
اما انا الفلفل الاكحل الحق من الفحات اللي ما نجمش نستغنى عليهم. لهنا باش نحط مقدار مغرفه صغيره فلفل اكحل باش نرحيه هكا عندي هذايا نرحيه بالوقت. لهنا باش نحط ثوم بودر كيما قلنا مثال الدجاج المشوي نحطو ثوم بودر باش ما يتحرقش. هكا مقدار مغرفه صغيره هكيكا نقص شويه هكا مقدار مغرفه صغيره ونخلط كل شيء مع بعضه. هكا وهكا نتحصل على فيح الدجاج. انا تو شنو باش نعمل باش نزيد نضاعف الكميه باش هكيكا نوصل نعبي الحكه. دونك وهذايا اللفاح متاع الدجاج هاكا حاضر الريحه ما شاء الله ميلونج راهو بنين برشا. انا ديما الدجاج اللي نشويه والا اللي هاكا نحمره في المقله والا نقليه في المقله هذا هو اللفاح متاعي. جربوه وشوفوا قداش بنين هاكا. توا كي نجي باش نفوح الدجاج ما نستحقش باش نجبد الحكوك هذوما الكل. هاكا عندي الميلونج حاضر. هذا بالنسبه للفاح فيح الدجاج. نجي توا للفيح الحوت. انا بالنسبه للحوت ما نفوحوش برشا 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 وما نخلطش برشا فحات اذا راهو فيحي انا. علاش؟ على خاطر نحس كي باش نحط برشا فحات مطعم الحوت باش يضيع ما بينك الفحات هذيك. وراهو فيح الحوت يختلف من جهه لجهه. فما اللي يحط فيه الثوم، فما اللي يحط فيه الفلفل الاحمر، فما اللي ما يحط فيه حتى شيء جوست الملح شويه ملح وشويه فلفل اكحل. هذا يرجع للجهات ويرجع حسب الذوق. كما قلت لكم بالنسبه لي انا الحوت ما نحبش نحط فيه برشا فيح على خاطر نحس الفيح يضيع مطعم الحوت. هاو الفيح متاعي انا وراو ننصحكم عليها جربوه، جربوا من غير حتى ما تخلطوا، فوحوا كعب حوت بالطريقه هذه وشوفوا. دونك عندي لهنا كمون باش نحط نعمل كيما قبيله نعمل حكه معناها به. دونك الفيح الاساسي هو الكمون، مغرفتين كمون مغرفه صغيره تابل شويه كهو حتى نقص مش حتى نحطها كامله. هايكا مغرفه صغيره مهوله مكومه وشويه فلفل اكحل. انا هذا افيح الحوت اللي نعمله كما قلت لكم ما نكثرش برشا في الفيح وبتبيعه الملح. وهذا افيح الحوت عندي انا كيما قبيله باش نوصل نعبي الحكه. ولهنا حليه الغاز حطيتهم على يدي هكا، كنت حطيتهم في القجر لوطه وطوى هكا قلت خليني نحطهم على يدي احدى الغاز هكا فوق بعضهم. الحاجات نستعملهم اكثر من الفوق والحاجات نستعملهم اقل من اللوطه. هذا بالنسبه للفحات اللي نستعملهم ديما. وهكا لفيح الدجاج وفيح الحوت اللي طلبتوه مني برشا. وطوى باش نخلط فيح الخبز كيف كيف باش كي نجي باش نفوح الخبز ولا نطيب الخبز ما نقعدش نجبد في الحكوك هذوما الكل. هكا نجبد حكه واحده. شنو عندي لهنا؟ عندي الجلجلان وقال يقولوا له السمسم. هنا عندي السينوش، هنا عندي البسباس وقال يقولوا له النافع، هنا عندي حبة الحلاوة كيف تفوح بالقدي الخبز. هذه زريعة الكتان وهذايا كيف كيف فيح نفوحوا به الخبز. يقولوا له البافو، الحق ما عنديش عليه فكره بالعربي شنو اسمه، اما هاكا كيما قاعدين نشوفوا يكون صغير على الاخر. حطيته خاطر لقيته ونلقاه برشا في الخبز لهنا، الحق ما كنتش نعرفه انا. تلقاه حطوا ما تلقاوش ما تحطوش. وبالنسبه شنو تحطوا تحطوا حسب الذوق. مثلا فما ناس مثلا ما تحبش البسباس ما تحطش، فما اللي ما يحبش الجلجلان ما يحطش، حسب الذوق بطبيعه. انا باش نحط اللي من مكثر نحطهم في الخبز واللي متوفر عندي. دونك لهنا عندي تقريبا
مغرفة بافو، باش نزيد عليها مغرفة 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 زريعة الكتان، مغرفة حبة الحليوة، مغرفة سينوج، مغرفة بسبس، ومغرفة جلجلان. نخلطهم مع بعضهم، وهكا نتحصل على فيح الخبز. هكا كيما قلت لكم، كي نجي باش نفوح الخبز ما نقعدش نجبد في الحكوك هذوما الكل، هكا نجبد حكه واحده اهاكم مخلطين ومبينين. وهكا نكون وصلت معاكم لاخر الفيديو. نحب نقول لكم سامحوني، نعرف اللي بديت عليكم في الفيديو هذا طلبتوه عندي، طلبتوه عندكم برشا وبرشا طلبوه مني، واخيرا ذكرني في شكون معناها الجمعه هذه، وانا بشبيتي كنت حطيته في تحضيرات رمضان. هكا الحمد لله معناها لبيت الطلب هذه. نعرف اللي برشا منكم معناها تطلبوا مني حاجات، فما حاجات سي عملتهم وما حاجات نزلت ما عملتهمش، وان شاء الله واحده واحده كل مره نحاول باش نرضي شكون. هكا هاو هذوما مقعد كي باش نهز نرجعهم لبلاصتهم. هكا نكون وصلت معاكم لاخر الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكون حصلت الاضافه. تو مقعد لي كي نقول لكم ان شاء الله نلقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي، وبسلامه.